مسنودا بطائرات الأباتشي انطلق الجيش الوطني بالمنطقة الخامسة في الساحل الغربي لمحافظة حجة، عملية موسعة لتحرير مدينة حرض الحدودية ومحيطها. وبحسب ما أعلنته قيادة المنطقة العسكرية الخامسة فإن العملية بدأت فجرا كما شهدت مواجهات عنيفة استخدمت فيها جميع أنواع الأسلحة. طيران التحالف الذي كان حاضرا استهدف تعزيزات ومواقع تابعة للميليشيا، مما سهل تقدم الجيش الوطني وسيطرته على الجمارك القديم الذي تتمركز فيه الميليشيا والوكانة قد حولته إلى معقل لها. تقدم الجيش الوطني والمقاومة الشعبية على المواقع الميليشيات الحوثي والمخلوق صالح، قمنا باقتحام مواقعهم وسيطرنا على المواقع. ميليشيا الحوثي وصالح التي حاولت تعزيز جبهتها بعناصر مسلحة في وقت سابق استعدادا لشن هجوم كانت تزمع القيام به، بيد أن أفرادها كانوا دائما عرضة لضربات طيران التحالف الذي كثف من غاراته والآخر خلال الأيام الماضية، مستهدفا مخازن الأسلحة والبنايات التي يتحصن بها الإنقلابيين ومراكز القيادة والاتصالات والتعزيزات القادمة من محافظة صعدة المتاخمة. وتأتي هذه العملية لتكون استكمالا ربما لخطة التحرير الكامل لمدينة حرض الاستراتيجية، كونها تربط اليمن بالمملكة السعودية. بين توقف المواجهات واشتعالها ثمة استراحة محارب لا هدنة، إذ ما إن تقف حتى تعود من جديد بصورة أكثر ضراوة من ذي قبل. علي جعبور، قناة بلقيس، حرض.